قال مدير إعلام محافظة صلاح الدين جمال عقاب إن القوات المسلحة العراقية باشرت بفتح الساتر الترابي عند معمل الأسمدة شمال قضاء بيجي، وذلك تمهيدا للبدء بعملية التقدم نحو قضاء الشرقاط. من جانبه أفاد شهود عيان في قضاء الشرقاط بأن تنظيم داعش الإرهابي عمد إلى تكثيف دورياته فيما زاد من عدد نقاط التفتيش في داخل القضاء، مؤكدين أن عناصر التنظيم يخشون من قيام ثورة داخلية بالتزامن مع اقتراب القوات المسلحة من جنوب وشمال شرق قضاء الشرقاط.